بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على درس همزة القطع وألف الوصل. تدريب بيقول اقرأ القطعة التالية ثم استخرج كل همزة قطع وألف وصل. القطعة بتقول اعلم أن الأخلاق إيمان واعتقاد ونية صادقة في كل موقف، وأفضل الأخلاق في النية الحسنة والضمير الحي، فانظر إلى نفسك وحاسبها دائما وتأمل أعمالك ومواقفك في حياد دون الانحياز لنفسك. تعالوا نستخرج الكلمات اللي فيها همزة قطع ونشوف ليه هي مبدوءة بهمزة القطع. هنلاقي إن كلمة أو حرف أن ده حرف مبدوء بهمزة قطع، كلمة إيمان ده اسم مبدوء بهمزة قطع، كلمة أفضل ده اسم مبدوء بهمزة قطع، إلى ده حرف مبدوء بهمزة قطع، أعمالك ده اسم مبدوء بهمزة قطع. طب تعالوا نشوف الكلمات اللي بدأت بألف وصل. اعلم ده فعل أمر ثلاثي مبدوء بألف وصل. الأخلاق ده اسم مبدوء بألف وصل. اعتقاد ده مصدر لفعل خماسي مبدوء بألف وصل. الأخلاق ده اسم مبدوء بألف وصل. النية اسم مبدوء بألف وصل. الحسنة اسم مبدوء بألف وصل. الضمير اسم مبدوء بألف وصل. الحي اسم مبدوء بألف وصل. انظر ده فعل أمر ثلاثي مبدوء بألف وصل. الانحياز ده مصدر لفعل خماسي مبدوء بألف وصل. كده نكون انتهينا من حل التدريب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعله خالصا لوجهه. كان معكم أستاذ هيثم المصري.